الأميرة فتحية دي أخت الملك فاروق وبنت الملك وبنت الملك فؤاد. تخيل من أميرة لخادمة في البيوت دي أول حاجة سابت كفرت بالله تزوجت مسيحي أصيبت بالجنون وعارف وجوزها يعني إيه خلص عليها وطلعت قبل ما تخلص جابت بندقية وقعدت إيه عايزة تضرب في السماء في الهواء أصيبت بالجنون عايزة تقتل ربنا أمال إيه ودخلت في مرحلة صعبة واللي حصل ليها واللي حصل لعيالها واللي حصل لجوزها.